السلام عليكم. هنستكمل البيزك درماتوباثولوجي كورس. خلصنا الانترودكشن تو درماتوباثولوجي، وخلصنا في الانفلاماتوري درماتوباثولوجي الميجور تيشو رياكشنز والماينور تيشو رياكشنز. هنتكلم على الباترن اوف انفلاميشن. الحقيقه احنا كنا اشرنا للباترن اوف انفلاميشن قبل كده في المحاضرات الاولانيه، هنرجع عليها تاني. عشان اعلق الانفلاميشن ده موجود في الديرمس لازم اعرف كذا حاجه. اول حاجه الارنجمنت بتاعه، هو شكله عامل ازاي، هل هو ديفيوز، هل هو نودولر، طيب سراوندنج ستراكشر معين في الديرمس ولا ايه الاخبار بتاعته. فدي اللي هي الارنجمنت. تاني حاجه الليفل موجود فين، هل فوق هل تحت، يعني هل مثلا سوبرفيشال بيريفاسكولر ولا هل هو ديب بيريفاسكولر. دي ده معناها كلمة الليفل. تالت حاجة السيلز بتاعته، السيلز بتاعته دي هل هي بوليمورفس، بوليمورفس يعني هي أكتر من سيل تايب، ولا هي مونومورفس يعني سيل تايب واحد، ولو سيل تايب واحد السيل تايب واحد ده هو ايه. دي التقسيمة اللي ويدن حطها وقال ان احنا الباترن اوف انفلتريت هنقسمه الى سوبرفيشال بيريفاسكولر، يعني حوالين البلاد فيسلز بس اللي موجوده في السوبرفيشال ديرمس، او سوبرفيشال وديب بيريفاسكولر يعني حوالين البلاد فيسلز بس في السوبرفيشال وديب ديرمس، او فوليكولايتس وبيريفوليكولايتس يعني في الهير فوليكل في انفلتريت وحوالين الهير فوليكل كمان، واخر حاجه قسمها هي البانيكولايتس يعني الانفلتريت موجود في السبكوتينيوس فات. طبعا هي دي examples للانفلتريت وكل واحد منهم بينزل منه differential diagnosis. احنا كنا في تقريبا محاضرة number 6 في الانترودكشن اتكلمنا على الانفلتريت بشكل مفصل اكتر من كده. انا هدي هنت وممكن نرجع للمحاضرة ان الانفلتريت ممكن يكون عندي nodular متجمع عامل زي nodules في الديرمس، ممكن يكون عندي diffuse يعني واخد الديرمس كلها بشكل ديفيوز بدون ما هو يعمل اي نوع من انواع التجمع، او انترستيشيال يعني داخل جوه الكولاجين متفرق وسط الكولاجين. وكنا قسمنا النودولر، قلنا النودولر دي ممكن يكون محاوط البلاد فيسلز، ممكن يكون محاوط الادينكسيا، محاوط الفوليكل، محاوط النيرف بنسميه بيريفاسكولر لو محاوط الفيسل، محاوط الادينكسيا بنسميه بيري ادينكسيال، ومحاوط الفوليكل بنسميه بيري فوليكولر، ومحاوط النيرف بنسميه بيري نيورال. ممكن يكون هو متجمع مش محاوط ستراكشر معين زي الجرانيولوميتس. فدي برضو حاجة تبين لنا ازاي اوصف الانفلتريت. يبقى وصف الانفلتريت بصفة عامة زي ما اتفقنا هو ده الباترن بتاعه، هو الارنجمنت بتاعه شكله ازاي متوزع ازاي جوه الديرمس، رقم اتنين الليفل بتاعه فين، رقم تلاتة التايب اوف انفلتريت بتاعه ايه. في ديفرنشال دايجنوزز مهم جدا اللي بنسميه الباتشي ديرمال انفلتريت، والديفرنشال دايجنوز ده دلوقتي مش خمسة بس، هو اكتر من كده، ولكن اهم حاجة هما الخمسة ديفرنشال دول اللي بنقول عليهم الفايف إلز. ايه الفايف إلز دول؟ هما الديسكويد لوبس إريثروماتوزس، والليمفوسيتك انفلتريشن اوف جسنر، والبوليمورفس لايت إرابشن، والليمفوسيتوما كيوتس، والليمفوسيتك ليمفوما. هناخد واحد واحد ونشوف نفرق بينهم ازاي. كنا اتكلمنا على الديسكويد لوبس إريثروماتوزس وقلنا ان هو بيبقى فيه هايبر كيراتوزس وفوليكولار بلاجينج، وزي ما شايفين الباتشي انفلتريت اللي موجود، وعلى فكره الباتشي انفلتريت في الديسكويد لوبس بيبقى موجود سوبرفيشال وموجود ديب. طبعا في فيتشرز تانيه في الديسكويد لوبس زي الابيديرمال اتروفي، وهو اصلا تايب من الفاكولار انترفيس درماتايتس. نجمع الكلام اللي احنا كنا قلناه قبل كده. المين باثولوجي في الديسكويد لوبس هو vascular interface dermatitis
اللي هو حاصل فيه ايه؟ حاصل فيه obscuration للدرمو epidermal junction with relatively sparse lymphocytic infiltrate. يعني الدرمو epidermal junction فيها vacuole degeneration وفيها infiltrate يعتبر مش كتير قوي. زائد ان في individual necrotic keratinocytes ودي نتيجة عن vacuole degeneration اللي حاصل. وكمان طبعا الفاكيولار ديجنريشن لما بيحصل بيبقى فيه نتيجة تانية وجود البيجمنتري انكونتيننس، وبالتالي الديسكويد لوبس هو بينتمي إلى عائلة الفاكيولار انترفيس درماتيتس. الإبيدرمال تشينجز اللي بتبقى موجودة فيه زي ما اتفقنا هنمشي من فوق لتحت، الكومباكت هايبر كيراتوزيس والفوليكولار بلاجينج والأتروفيك إبيدرمس. ننزل على الدرمو ايبيديرمال جانكشن هنلاقي نفس الكلام اللي احنا قلناه اللي هو فاكيولار انترفيس درماتيتس بتعريفه، بس في حاجه زياده ان بيحصل بيزمت ميمبرين زون ثيكنينج، ودي ممكن تبان بالاتش اند اي بس اوضح بتبان بالبي اي اس. الدرمال تشينجز، الفازو دايلاتيشن والإديمة والفايف ألز اللي احنا بنتكلم عليهم اللي هو باتشي انفلتريت، والانفلتريت هنا موجود بيريفاسكولر وموجود بيري أدينيكسيال حوالين الجلاندز وحوالين الهير فوليكل. يبقى ده أول واحد من الديفرنشال بتاع الفايف ألز وأهمهم اللي هو الديسكويد لوبس إريثروماتوزس. تاني حاجة الليمفوسيتك انفلتريشن أوف جسنر، والليمفوسيتك انفلتريشن اوف جسنر قريبه قوي من التيوميد اللي ايه. ايه هو التيوميد اللي ايه؟ هو زي اللوبس بالظبط بس ما فيهوش ابيديرمال تشينجز. يعني ايه؟ يعني كل اللي فيه باتشي انفلتريت بيريفاسكولار سوبرفيشال وديب وبيري ادينيكسيال. يبقى الليمفوسيتك انفلتريشن اوف جسنر هو عباره عن باتشي انفلتريت بيريفاسكولار وبيري ادينيكسيال without ابيديرمال تشينجز. طيب تالت حاجة الليمفوسيتوما كيوتس. الليمفوسيتوما كيوتس دي بتبقى مدية شكل الليمفويد فوليكلز، والليمفويد فوليكلز في الهيستولوجي بيبقى فيها حاجة اسمها جيرمينال سنترز. الجيرمينال سنتر ده هو المصنع اللي بيصنع الليمفوسايتس. بيبقى الانفلترت التايب اللي فيه بيبقى ليمفوسيتك وهيستيوسيتك. زائد ان في الليمفوسايتوما كيوتس بيبقى فيه جراند زون اللي احنا اتفقنا هي عباره عن ايه. هي عباره عن باند اوف ايبيديرمس بيبقى ان انفولفد بالانفلتريت، بيفرق او بيبقى فاصل ما بين الايبيديرمس وما بين الدرمال انفلتريت، فهو ده الجرينز زون. بعديها بنشوف ان الانفلتريت بيبقى عامل زي الليمفويد فوليكلز وليها جيرمينال سنترز. جيرمينال سنترز بيبقى ليها حاجه اسمها بيل ودارك ارياز، يمكن نتكلم على الموضوع ده بالتفصيل واحنا بنتكلم عن محاضرات البي سيل ليمفوما والاستراكشر بتاع الجيرمينال سنتر. ولكن حاليا نعرف ان السنتر الجيرمينال سنتر بيبقى فيه سيلز جوه عباره عن بيلر شويه عن السيلز اللي بره. السيلز اللي بره دي بتبقى شبه الليمفوسايت، السيلز اللي جوه دي حاجات اسمها سنتروبلاست واميونوبلاست وسنتروسايت، بيبقوا اكبر وافتح في الشكل في الهيستولوجي. هنتكلم على الكلام ده بالتفصيل. وبالتالي يبقى الليمفوسايتوما كيوتس في جرين زون، في ليمفويد فوليكل والجيرمينال سنترز، والسيلز اللي فيها ليمفوسيتك وهيستيوسيتك. طيب الديفرنشال الاخير في الفايف الز هو الليمفوما، والليمفوما طبعا كمان بيبقى قريب جدا في لما بنتكلم على الديفرنشال بتاعه وما بينه وما بين الليمفوسايتوما كيوتس. هو باتشي انفلتريت، ساعات بيجي ديفيوز لكن طبعا بيدخل معايا في الفايف الز لما بيبقى باتشي. مهم ده ليمفوما، يعني ده مالجنسي، يعني هيبقى فيه سيلر اتيبيا، وهنتكلم على الاتيبيا بالتفصيل في المحاضرات القادمة ان شاء الله واحنا بنتكلم على التيومرز. في حاجة تانية بتحصل فيه وبتبقى مميزة دي اللي هو الانديان فايلينج. ايه هو الانديان فايلينج؟ الانديان فايلينج ده بيبقى السيلز المالجنت بتبقى عاملة زي رو صفوف ورا بعضها ومتخللة وسط الكولاجين. هو ده الانديان فايلينج. يبقى
الليمفوما فيها باتشي انفلتريت، فيها سيلولار اتيبيا، وفيها انديان فايلينج. ساعات الانديان فايلينج بنشوفه في امراض تانية، ساعات بنشوفه على اطراف الليمفوسايتوما كيوتس، ولكن هو اساسا موصوف في حالات المالجنسي في الليمفوما وفي الميتاستاسيس. عندنا كمان البوليمورفوس لايت ايربشن، والبوليمورفوس لايت ايربشن هو باتش انفلتريت بيريفاسكولار ليمفويد انفلتريت، موجود في الابر والميد ريتيكولر، ولكن بيميزه حاجه مهمه جدا، وجود البابيلاري ديرمال ايديما. واحنا كنا اتفقنا قبل كده الايديما بنشوفها ازاي. الايديما هي عباره عن ايه؟ عباره عن ميه، الميه دي مفرقه الكولاجين وشكلها فاتح، علشان كده دي من الحاجات اللي احنا قلنا ساعات بتلخبطنا ما بينها وما بين الميوسين، وقلنا ساعتها الميوسين بيبقى لونه بلوش ثريدز وجرانيولز، وكمان ممكن اتاكد واصبغه بالالشن بلو، لكن الإديمة بتبقى كانها سبيسز وكانها حاجات فاتحه بدون ما بشوف الشكل جرانيولز او الشكل بتاع الثريدز بتاع الميوسين. يبقى المميز للبوليمورفوس لايت ايربشن هو البابيلاري ديرمال ايديما، ساعات بيكون في سبونجوزز، ولكن ده مش هو الاساس. ادي بوليمورفوس لايت ايربشن وبابيلاري ديرمال ايديما من الحاجات الواضحه جدا، وتحتي الباتش انفلتريت اللي هو بيريفاسكولار انفلتريت. ادي تجميع للفايف الز اللي احنا قلناها، الديسكويد لوبس اول واحد، والديسكويد لوبس قلنا خلاص عرفنا هو بيري فاسكولار وبيري ادينكسيل، وبيبقى معاه تشينجز تانية اللي هو فاكولار انترفيس درماتايتس وابيدرمال اتروفي وبقية الفيتشرز اللي اتكلمنا عليها. الليمفوسيتك انفلتريشن هو عبارة عن بيري فاسكولار انفلتريت بس معهوش ابيدرمال تشينجز. والليمفوسايتوما كيوتس فيها جرين زون وفيها ليمفويد فوليكلز والجيرمينال سنترز. الليمفوما فيها اتيبيكال سيلز وفيها انديان فايلينج، والبوليمورفوس لايت ايربشن فيها بابيلاري ديرمال ايديما. هنتكلم عن احنا كده خلصنا باترن اوف انفلاميشن، هنتكلم عن حاجات ميسيلينيس صغيره جدا ممكن واحنا بنذاكر الجلوسري نتلخبط فيها. الديجنريشن، الديجنريشن كلمة سمعناها كتير. الديجنريشن ممكن يحصل في الإبيدرمس، ممكن يحصل في الكولاجين. نشوف التايبس في الديجنريشن اللي احنا اتكلمنا عليها دي، تجميع للحاجات اللي احنا قلناها. اول حاجة البالونينج ديجنريشن اتكلمنا عليه، وقلنا ان بيبقى فيه إديمة داخل الخلية، انترا سيلر إديمة، ولما بيحصل الإديمة دي بتحصل ان السل بيحصل لها ايه؟ بيحصل لها بتتنفخ زي البالونة، وبعدين تنفصل على جنبها، فيحصل secondary acantholysis، وده example للviral infections. ادي صورة للballooning degeneration، زي ما شايفين السيلز هنا ايه؟ منفوخة زي البالونة. لما الديجنريشن ده بيزيد بيعمل حاجة اسمها reticular degeneration، اللي هو لما يبتدي يحصل rupture يبتدي يحصل زي بولي، والبولي دي يبقى فيها سبتم. السبتم دي هي عبارة عن remnants of the cell wall، وده برضو نفس الإجزامبل اللي هو الفيرال infections زي الهربس. في degeneration تاني ذكرناه لما جينا نتكلم على minor tissue reaction اللي هو granular degeneration، اللي هو بيبقى فيه ايه؟ compact hyperkeratosis، بيبقى فيه هايبر جرانيولوزس، بيبقى فيه انكريست في الكيراتو هايلاين جرانيولز، بيبقى فيه بيري نيوكليير كلير هيلو ويز اندستينكت بوردرز، وده الاكزامبل بتاعه اللينير ابيديرمال نيفس. الجرانيولار ديجنريشن اسمه التاني كان ايه؟ الابيديرموليتيك هايبر كيراتوزس. طيب امال الديجنريشن اللي بيبقى موجود في الديرمس، لما الديرمس الكولاجين بيحصل له ديجنريشن بيبقى واخد لون البيزوفيليك شويه، وبيبقى شكله مور جرانيولر، فبيبقى فيه جرانيولر بيزوفيليا زي ما موضح في الصوره. طيب النكروزس،
كلمنا قبل كده عن نيكروزز. نيكروزز ممكن يحصل في اي حته، ممكن يحصل في الابيدرمس، ممكن يحصل في الكولاجين، ممكن يحصل في البلاد فيسلز، ممكن يحصل في اي مكان. وكلمنا على الابوبتوزس، وقلنا اللي بيحصل فيه كروماتين كوندنسيشن وسيل شرينكج، ولو ما فيهاش نيوكليس بنسميها كولايد بادز او سايتويد بادز، والاكزامبل بتاعها هو الاريثيما مالتي فورمي والديسكويد لوبس. التايبس اوف نيكروزز اللي بتحصل ممكن تكون كازيشن، ودي بتحصل في حالات التي بي. ويعني ايه كازيشن؟ يعني ايه كازيس ماتيريال؟ هو عبارة عن structureless, pale, eosinophilic, amorphous, finely granular structure مع وجود pycnotic nuclei. هو ده الكازيشن، حاجة ملهاش شكل معين، ممكن ألاقي فيه شوية نوكلياي متفرقة، والإكزامبل بتاعه التي بي. اتكلم أدي برضو التي بي، وادي شكل الكازيشن. الحاجة التانية اللي اتكلمنا عليها وقلنا فيها نيكروزز الفيبرينويد نيكروزز. والفيبرينويد ده بيحصل ان في فايبرين بيبتدي يتجمع في الفيسل وول، وقلنا كأن الفيسل بيبقى متحوط بقلم احمر غامق محدده، اللي هو وجود فايبرين ديبوزيتد في البلاد فيسل في حالات الفاسكولايتس. اكزامبل برضو لنيكروزس تاني حاجة اسمها ليكويفاكتيف نيكروزس، ده اللي بيحصل في حالات الابسس لما بيبقى في نيوتروفيلز، وبيحصل ليكويفاكشن وانفلاماتوري سيلز ويز نيوميروس نيوتروفيلز، فده بيحصل في حالات الابسس. الكواجلاتيف نيكروزس ده بيحصل في حالات الكات اوف ذا بلاد سبلاي، وده الاكزامبل ليه مثلا فور لو حصل ثرومبوزس ثرومبوتيك فاسكولوباسي، يعني حصل ان البلاد فيسل اتسد، فيبتدي يحصل ديجنريشن للستراكشرز الموجود، وده اكزامبل للديجنريشن اللي حاصل في الاكراين جلاندز. لو نلاحظ هنلاقي ان السيلز مش بقت شكلها مش واضح، بقت الباوندرز بتاعتها ما بقتش واضحه، فده type of necrosis coagulative necrosis. وعلى فكرة اللي بيحصل في الـ EM وفي الـ discoid lupus السيلز اللي هي بتبقى موجودة وبتبقى بتبقى السيلز عبارة عن red cells موجودة بنسميها cytoid bodies أو sievert bodies، ده نوع من أنواع coagulative necrosis. دي references اللي استخدمناها، وأساسا كنا بنستخدم الreference بتاع ويدن. احنا كده خلصنا الحمد لله الانفلاماتو ديرمات باثولوجي، بس هيبقى ناقصنا قبل ما نختمه خالص حاجة مهمة جدا هنستكملها المرة القادمة ان شاء الله، وهي الالجوريزم فور انفلاماتوري ديرماتوزز. ازاي اعرف اشخص حالة انفلاماتو ديرماتوزز؟ ازاي احطها تحت السلايد وادخل بابروتش معين عشان في الاخر اوصل للتشخيص؟